السلام عليكم ورحمة الله، معكم مهندس هشام أحمد، واحنا بنبتدي درس جديد إن شاء الله من سلسلة دروس تعليم SOLIDWORKS. درس النهاردة عايزين نعرف الفرق بين حاجة اسمها Automatic Relation موجودة على SOLIDWORKS وحاجة تانية اسمها Geometry Relation موجودة في SOLIDWORKS. هنبدأ نقول له New Part وأقول له أوكي، وهنبدأ بأول حاجة اللي هي الـ Automatic Relations الموجودة على البرنامج. بمعنى إن أنا هاجي هنا أرسم مثلا في الـ Front Plane، وهاجي أرسم كده Line from Origin horizontal بالمنظر ده، يبقى انا كده ظهر لي علامات خضراء هنا موجوده في البرنامج معايا، اللي هي حاجه هنا اسمها constant تمام، وحاجه هنا اسمها horizontal، ان اللاين ده يكون horizontal line ويكون constant او نقطه ال starting point بتاعته موجوده على ال origin عندي تمام. بمعنى تاني ان انا لو جيت مسكت اللاين ده وجيت حركته من هنا هلاقيه بيتحرك horizontal وال starting point ما بتتحركش، يبقى انا كده فاضل لي ان احط له smart dimension واحط له ان ده مثلا طوله 60 مللي، يبقى انا كده خلاص الرسمه بتاعتي بقت محكومه، اللاين مش هينفع يتحرك معايا علشان هو في starting point و ending point ويكون horizontal. طيب اقدر اشيل دي؟ كليك على ال relation و delete من الكيبورد، انا كده شلت ال relation اللي موجوده على اللاين عندي واقدر احركه، بس هيكون ايه؟ طبعا مربوط بالاوريجن علشان فيه هنا كونسيدنت موجودة تمام، وطوله 60 ملي. طيب نفس الكلام لو عايز ادوس عليه اقول له ميك هوريزونتال، انا كده خليته هوريزونتال تمام، ولو جبت مثلا دايرة عملتها كده جايلي علامة التانجنت. تانجنت هنا ان الدايرة دي تانجنت او ممثل اللاين اللي موجود، وبالتالي لو مسكت الدايره دي كده وطلعتها بره اللاين هيفضل حتى امتداد بتاعها مماس لايه؟ لللاين بتاعي. يبقى ده كده الاوتوماتيك ريليشنز اللي موجوده في البرنامج. طب ناخد حاجه تانية بقى اللي هي الجيومتري ريليشن. ايه هو الجيومتري ريليشن؟ انا مثلا دلوقتي عندي خط كده اهو واسكيب وعملت خط تاني، ايه العلاقه اللي ممكن تتحط ما بين تو لاينز؟ لو دوست على الخط ده كنترول ودوس على الخط التاني هيطلع لي في ريليشنز اقدر احطها between two lines اللي عندي، يعني مثلا يكونوا الاثنين horizontal vertical collinear على خط واحد perpendicular عمودين على بعض parallel or equal. اهم حاجة فيها اللي هي ال equal relation. ليه؟ علشان انا دلوقتي لو قلت له كده equal relation هيظهر لي علامة ال equal موجودة على اللاين عندي. لو جيت حطيت smart dimension لخط واحد كده واقول له ان ده مثلا 25، التاني هيكون اوتوماتيك معاه 25، وبالتالي لو انا عندي 100 خط تمام اكتر من خط عندي وحطيت دايمنشن لواحد بس، التاني والتالت والرابع هيبقوا نفس الدايمنشن، وبالتالي هتسهل لي في الوقت كتير جدا تمام. طب ده كده لو كان عندي خطين. طب لو عندي دايرتين، عندي دايرة مثلا هنا كده ودايرة تانية هنا كده، ادوس على الدايرة دي كنترول وادوس على التانية وهيطلع لي الريليشنز اللي اقدر احطهم. ايه عندي الريليشنز بتاعه الدايرتين؟ اول حاجه الكوراديال، الاثنين هيعملهم زي انطباق على بعض تمام، نفس الراديوس ونفس السنتر، هو يكون تانجنت كونسنتريك ايكوال كيرف ليس. طبعا التانجنت هيكونوا الاثنين ممسين لبعض، الكونسنتريك الاثنين على نفس السنتر، الايكوال دي برضو اهم حاجه زي فكره اللاين بالظبط، والايكوال كيرف ليس هيكونوا الاثنين نفس المحيط بتاع بعض تمام، يعني محيط الدايرة دي هي نفس محيط ايه؟ الدايرة دي تمام. طيب لو قلت له كنترول زد كده وهقول له مثلا ان العلاقة بين الدايرة والخط عايز احط لهم geometry relation between اللاين والسيركل، هيطلع لي ان انا عندي بس ده اقدر احط tangent و equal curve length. يعني ايه؟ يعني لو قلت له مثلا ال equal curve length وجيت حطيت قطر للدايرة دي، يعني دلوقتي انا كنت حاطط ان الاول ان اللاين ده طوله 25 واللاين ده ايكوال لللاين ده، يبقى طول الخط ده ايه؟ 25. يبقى انا كده لما حطيت علاقة بين السيركل واللاين عندي ان السيركل يكون المحيط بتاعها هو نفس قيمة اللاين، يبقى كده محيط الدايرة دي بقى 25 مليمتر تمام. يبقى ده كده عندي الفرق بين الاوتوماتيك ريليشن والجيومتري ريليشن الموجودين جوه البرنامج. لو حد عنده اي سؤال او استفسار يقدر يبعتني على صفحتنا على الفيسبوك لانا سوليدوركس عربي،
وأرقام التليفونات والإيميل المؤمنين. أسأل الشيخ الشكر درس الجاي إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.